زيد، لنا الفخر نستضيفك بهذه الحلقة الخاصة عن المنع والمحاكمات، ولعل أشهر المحاكمات في المنتصف القرن العشرين هي محاكمتك. هل هنالك وجه شبه بين محاكمتك واللي حكيت عنه الأزهري الكبير اللي حكيت عنه جاسمين في بداية الحلقة، علي عبد الرازق؟ يعني في تشابه وفيه اختلاف، بس طبعا جاسمة طبعا كتير من المصريين ما يعرفوش ان كان في قبل علي عبد الرازق وقبل طه حسين وقبل كل المشكلات كان في محمد ابو زيد 1918 الذي اصبح يطلق عليه الان ابو زيد الاول. اللي هو يعني قاعد في ابو زيد الاول وابو زيد الثاني. ومشكله ابو زيد هو ازهري ورجل عقلاني من يعني من اتباع الشيخ محمد عبده، مشهور جدا الشيخ محمد عبده. وفي ذلك الوقت كان في حوار يعني في 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 جلسه عاديه، ما كانش في كتاب ولا حاجه، يعني في جلسه عاديه قال انه ما فيش دليل قطعي على ان ادم كان نبيا. نعم. انها كلها ادله ظنيه. ده كلام دقيق في فيما سمى انواع الادله وكذا. فالناس اللي هم كانوا قاعدين معاه راحوا بلغوا عنه. كبر مقتا عندهم. كبر مقتا عندهم، راحوا بلغوا عنه في محكمه دمنهور، المحكمه الابتدائيه في الوقت ده، وكان برضو باسم الحزب للتفريق بينه وبين زوجته على اساس انه كافر. محكمه دمنهور الابتدائيه فرقت بينه وبين زوجته واصدرت الحكم. لكن ابو زيد الاول كان محظوظ لانه في الاستئناف في محكمه الاسكندريه رفضت الحكم، والقاضي قبل ان يصدر الحكم عمل بيان يعني جدير بالناس في هذه الايام، يعني قال انا عارف ان الناس منتظره وانه الاعداء كذا وكذا، لكن يا ايها المسلمون اشغلوا نفسكم بامور اهم. طيب دكتور ابو زيد، يعني نعود لابو زيد الثاني. حضرتك الحزان. حضرتك طبعا قضيتك اشهر وان احنا نعيد تعريفها مره ثانيه، ولكن يمكن بالنسبه للمشاهدين اللي ما يعرفوش، لو رجعنا بحضرتك شويه لورا في التاريخ، حياتك اتهمت بالرد عن الاسلام بسبب رساله الدكتوراه بتاعتك، والتي كانت كتابك واللي كان مبني على رساله الدكتوراه بتاعت حضرتك. لا شيء، هي ما كانتش بسبب رساله الدكتوراه. انا عملت الماجستير وعملت الدكتوراه ونشرت كتب ورقيت الى درجه بيسموه استاذ مشارك باحتفال شديد واحتفاء شديد، مش بس في المجتمع المصري وانما في المجتمع العربي. كتبي كانت يعني ايه من الكتب المقروءه كويس. هي المشكلات كلها نشات لما انا تقدمت للحصول على بيسموه الترفيع الى درجه استاذ. وقدمت كل انتاجي اللي هو بعد كده، قدمت اربع كتب وحوالي 12 بحث منشوري. هو كتاب النسخ والتاويل هو اللي كان الاشكاليه؟ لا لا، الكتاب اللي هو عمل المشكله بالنسبه لاحد اعضاء اللجنه هو كتاب نقد الخطاب الديني. نقد الخطاب الديني. فاحد اعضاء اللجنه اللي في اللجنه اللي هي الموسعه بتبقى اكثر تقريبا 40 عضو، لكن بيختاروا اللجنه بيسموها لجنه القراء لما بتبقى ثلاث اعضاء. كويس. احد اعضاء هذه اللجنه كان بينتمي لتيار الاسلام المتشدد، وفي الوقت ده كانت فضيحه شركات توظيف الاموال في مصر، كانت فضيحه قبل كده يعني في الثمانينات كانت فضيحه. من ادعوا عليك عفوا بناء على قانون الحسبه؟ نعم. لا، عندنا عبد الصبور شاهين، دكتور محمد بلتاجي، ودكتور احمد هيكل، ودكتور اسماعيل سالم. دول يعني مش هم رفعوا الدعوه، هدول اللي يعني اللي تقدر تقولي ايه الخلفيه الفكريه لهذه الاتهامات، لكن اللي رفعوا الدعوه رجال قانون محامين. طب دكتور، سبب التهمه كان ايه؟ ما تقدرش تفهمي سبب التهمه كان ايه. واخد بالك، هو الاساس انه كان في هذه اللجنه الترقيه كان في ثلاث اساتذه قروا، اثنين عملوا تقرير ايجابي ان هذه الابحاث تستحق الحصول على كذا. تقرير واحد اللي هو تقرير واحد منهم اللي هو قال يعني هذا كفر وهذا خروج عن الاسلام وكذا، ما عملش تقييم اكاديمي للابحاث. مع ان اغلبهم اساتذه جامعيين اكاديميين. نعم، لكن التقرير والتقرير نشر، يعني التقرير نشر وعرف وفي كلمات. مصر كلها في ذلك الوقت، الكلام ده 1993، مصر كلها في ذلك الوقت كان الارهاب يعني انتقل من الصعيد الى قلب القاهره.
يعني محاكمتك هي صورة عن الذي تمر فيه مصر في يعني الفترة. حين يذكر شيء يتصل بالدين الناس كلها يعني ايه تخاف يعني تكش. فده اللي حصل لأعضاء اللجنة العلمية، بدل ما ياخدوا بالصوتين الإيجابيين ضد صوت سلبي عملوا تصويت. والله بالك ما هو كمان الديمقراطية ديت كمان بقت يعني والتصويت بقت مسألة يعني يساء استخدامها بشكل في العلم والمعرفة. ما فيش حاجة اسمها تصويت يعني لو احنا عملنا تصويت في العالم هل الله موجود ولا لا؟ والله بالك هتطلع نتيجة سلبية. ولكن البعض قال دكتور ان كان في نوع من انواع الحسد والغيرة وده اللي كان الدافع وراء يعني انا ما اقدرش اتكلم عن الدوافع الشخصيه والله بالك يعني لا يعني اقدر احكي حكايات والله بالك بس ده ياخد مننا يعني ايه ياخد مننا وقت يعني وفي نفس الوقت كلام مش موثق لان ديت علاقات شخصيه لقاءاتي مع بعض هؤلاء البشر فيها الجانب ده. لكن يعني ايه انما اللي ادى الى انه هذا الخلاف الاكاديمي هذا والله بالك ينتقل الى العالم وبعدين يصل الى القضاء يعني ده تم عبر اجراءات مرتبطه بمجتمع كان في حاله تحول جذري من انه مجتمع يعني ليبرالي مجتمع يعني تعددي في درجه ما من الحريات الى مجتمع يعني ايه لم يفد القتل فيه القتل الجسدي لكن فيه وسيله اخرى اسمها القتل المعنوي. طيب لماذا تمت محاكمتك في محكمه الاحوال الشخصيه؟ لانه الغرض من وراء يعني هذا الموضوع كله هو اثبات انه نصر ابو زيد كافر وليس هناك محكمه يمكن ان تتقدمي اليها لكي تثبتي ان شخص كافر لانه ما فيش في القانون المصري هذا الاتهام محاكمة الكفار ما فيش فيه أي قانون في العالم يعني في طرق ملتوية لهذه المحاكمة. فوجد اللي عملوا الدعوة أنهم يطلبوا من المحكمة عشان كده محكمة الأحوال الشخصية باسم الحزبة التفريق بين الزوجين على أساس أن الزوجة مسلمة أن الزوج بناء على الكتابات وآراء الفقهاء كذا وكذا وكذا كتاباته تعكس كفرا وإن ربنا ما يرضاش إحنا نسيب مسلمة متجوزة كافر. بالتالي يطلب يعني الحكم كان التفريق بينك وبين زوجتك اللي كانت اللي هي الدكتوره ابتهال العيون. لكن احنا نستغرب لما نعرف انه المذهب الحنفي يقضي بالتفريق بين الزوج وزوجته لما في حال الزوج ارتد ولكن بفسخ عقد الزواج في حال الزوجه ارتدت. تعليقك على هذا النص خلينا نقول لا الفقه في هذا المجال ما يعني في بيتضمن اراء حيويه لا يعيها هؤلاء الناس ولا يعيها القاضي الذي اصدر الحكم. ان القاضي الذي اصدر الحكم بيفر ملخصات وبعدين لانه القاضي كان مطلوب منه في هذه الحاله وهذه مشكله القوانين عندنا. ان في حاله عدم وجود نص قانوني يتعامل مع حاله قضائيه معينه على القاضي هذه المذهب على القاضي ان يرجع الى ارجح الاقوال في مذهب الامام ابي حنيفه. تعرف حضرتك مذهب الامام ابو حنيفه ده عشان القاضي يرجع لكتب المذهب ابو حنيفه تعرفي قد ايه؟ مكتبه الكونجرس. طب دكتور حضرتك رفضت هذا الحكم وقررت انك تنتقل وزوجتك الدكتوره ابتهال للاقامه في هولندا حقيقي بعد كده حضرتك رجعت لمصر كذا مره والدكتوره ابتهال يعني شبه مقيمه في مصر وده يمكن وجه الشبه بينك وبين الازهري علي عبد الرازق. ولكن تعليق حضرتك على هذا الحكم شكلا ومضمونا وكان واقع عليك وايه؟ يعني انا رضيت على الحكم مضمونا. الحكم مضمونا يعني يتمتع بخواء فكري مذهل خاصة إذا قلنا إن القاضي معاه درجة دكتوراه بل على مستوى التعبير اللغوي. يعني أنا كسبت مرة إن لو طالب عندي كتب تقرير بهذه اللغة صفر لازم أديله صفر في اللغة. طبعا ده كله ضعف في 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 الاجراءات من حيث المضمون هذا من حيث الشكل ما كانش ممكن احنا نستمر في الحياه في مصر تحت الحراسه المشدده لانه هنروح ندرس ازاي في الجامعه. طب كيف تواطأت الدوله مع هذا الموضوع المحاكمه؟
يعني كيف قبلت؟ يعني انا يعني بدي اقول حاجه، يعني ايه يعني الدوله، يعني النظام السياسي في كان في ورطه حقيقيه في ذلك الوقت، مش ورطه يسعى الى الحل منها، وانما ورطه يسعى الى ان يستثمرها. والاستثمار بده مشكله انظمتنا السياسيه كلها. والاستثمار هنا ايه؟ انه في صراع وفي يعني خناقات بين الاطراف في المجتمع، وبيشغل المجتمع بقضيه هل الراجل ده كافر ولا مش كافر ولا مالك. وبالتالي القضايا الحيويه بقى اللي الناس المفروض تتشغل بيها يعني الاعلام هنا بيقوم بهذا الدور. دكتور، انت ايضا كانت لك زياره الى الكويت من اجل ده قريب. نعم ديسمبر الماضي. ديسمبر الماضي نعم. المحاضره اللي كانت بتقدمها كان يفترض انه يجي 150 شخص متوقع، وبعدين انت منعت عن الذهاب واديتها صوتيا. نعم، اخبرنا ما الذي جرى بعدها. بعد ما اديت المحاضره صوتيا، يعني اجوا 1500 تقريبا، والملفت المحاضره النواب يعني طبعا حضروا النواب يعني والبرلمان. كيف كيف يعني المنع يحصل والناس تجي اكثر؟ ايش اللي بيحصل؟ هو ده دايما يعني ايه قانون المنع، ويا ريت اللي بيعملوا المنع دول سواء كانت حكومات او كانت جماعات تدرك هذا، ان احنا عايشين في عصر السماوات المفتوحه. وعايشين في عصر المنع فيه الحياه بقى اضحوكه يعني. يعني احنا بنتكلم عن القرون الوسطى، ونتكلم عن 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 اشياء ممكن النظام السياسي ما او الامبراطوريه ما بتتعامل مع الناس كرعيه. خلي بالك مفهوم الرعيه ده يعني مفهوم الحيوانات. والراعي اللي بياخد الحيوانات الى المرعى علشان تاكل وتشرب، فمطلوب من الراعي ان يحمي الرعيه من الذئاب. ده الكونسبت اللي ورا مساله. مش هذا حديث كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته؟ نعم، راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، انما الحديث كمان عامل نوع من التخصيص يعني الى اخره. واخد بالك؟ ومش عايزين يعني الحديث هنا دلالته في القرن اللي اتقال فيه، دلالته اللغويه. واخد بالك؟ ما نقدرش نسحبه نحس الدلاله اللغويه يعني السياق التاريخي الى العصر الحديث. دي اللغه كانت موجوده في ذلك الوقت. النهارده عندنا مثلا خالد محمد خالد كتب كتاب مهم، مواطنون لا رعايا. كويس؟ لان مفهوم المواطنه مفهوم حديث، مفهوم حديث جدا مع الثوره الفرنسيه يعني، اخي المواطن راح، اخي المواطن جه. فالرقابه قايمه وما تزال مستمره على اساس هذا المفهوم، مفهوم الرعايا والراعي الذي يقوم بدور الحمايه. وبالتالي يجب ان يحجب عن الرعايا ما يمكن ان يتصور هذا الراعي انه يضرهم ويفسد عقولهم ويفسد مشاعرهم الى اخره. النهارده احنا عايشين في عصر ثاني. يعني دكتور ناصر حامد ابو زيد، باش نستقطعك شويه، انت تكلمت عن الراعي والرعايا، يعني اتمنى انك ما تكونش من الذئاب اللي يحمي فيهم من الرعايا. اتمنى يعني ما اكونش خليك معنا، ما اكونش من الذئاب يعني، واتمنى ان انا اظل من ملح الارض. عموما الذيب بحب عباره ملح الارض. الذيب عندنا في السعوديه مدحه، لما يقول لك هذا الذيب يعني هذا شخص فاهم وعارف. يعني شوفي يعني هذه اللغه ما تزال حيه يعني. بالضبط. خليك معنا دكتور ناصر حامد ابو زيد. مشاهدينا فاصل ونعود للحديث. مشاهدينا نجدد التحيه بحضراتكم، ونستكمل الحوار عن الرقابه والمنع والمحاكمات، ونخص بالترحيب من جديد بضيفنا النهارده المفكر المصري دكتور ناصر حامد ابو زيد. دكتور ناصر، يمكن في سؤال لابد ان يطرح نفسه، بالرغم ان احنا عايشين في عصر العولمه واحنا في كوكب صغير وكل هذا، ولكن الرقابه باتت تتزايد مش بس في دول عربيه بعينها، ولكن عامه في العالم العربي. حضرتك كيف تنظر لهذه الظاهرة على ما تدل كمان؟ يعني أنا بعتقد أنه يعني الوضع السياسي في العالم العربي بشكل عام دون أن نخص بلد بعينه، هذه ظاهرة عامة، بيعاني من اختناق في قضية أساسية وجوهرية، قضية الحريات. الأنظمة السياسية في العالم العربي، ولا أستثني أحدا، أنظمة جاءت إلى الحكم دون اختيار حقيقي من الناس، وبالتالي لا تستمد مرجعيتها ولا تستمد يعني وضعها القانون ولا شرعيتها من تأييد الناس، وما بالتالي عليها ان تجد مصدر لهذه الشرعيه. قد يكون مصدر لهذه الشرعيه العنف، استخدام اجهزه البوليس او الشرطه، ومن اجهزه العنف الرقابه.
الرقابه جهاز عنف، يعني انه حصر للافكار، منع للافكار، او انها تستخدم الدين. واحيانا الدوله العربيه او النظام العربي بيستخدم الاثنين، يعني عمل زواج كده بين استخدام العنف العقابي والعنف البوليسي والعنف كذا، ورابط ده كله بقضية الدين، وأصبحت الدولة، وهذه مأساة لازم نعترف بها، هي المسؤولة عن الدين. إذا كانت الدولة أغلبيتها مسلمة فهي المسؤولة عن دين المسلمين. وهنا حتى المسلمين في الدولة اللي أغلبيتها مسلمة اللي بيختلفوا مع طريقة فهم الدولة للدين بيتعرضوا لنفس الاضطراب. إذن الأزمة هي أزمة، مش أزمة يعني سهلة، هي أزمة هيكلية. أزمة هيكلية في النظام السياسي، أزمة هيكلية في غياب الحريات، وإن تصورنا أحيانا أن في حريات متاحة. بدليل أصبحت الدول أنه هي تعلن أنها دولة أهم بنتها أنها إسلامية، ما رأيك؟ هذا موجود. طبعا أنا قلت وأقول وأكرر ولن أكف عن تكرار هذا، الدولة بما انها دولة المواطنين الذين يعيشون في الارض الجغرافية اللي الدولة دي بتشرف عليها لا ينبغي ان يتدين، لانها دولة جميع المواطنين الذين يعيشون في هذه الدولة. الدولة عليها ان تحمي الاديان او المجتمعات الدينية من ان يتعدى بعضها على بعض. وكان نفهم منك يا دكتور ناصر بانه المشكلة الحقيقية والاشكالية الحقيقية في منع او الحصار على الابداع بكل انواعه يتأتى من البنية السياسية، من طبيعة الهيكل السياسي، من الذي اطلق الخلل الهيكلي، خلل هيكلي البنية السياسية فاقدة للشرعية، تحاول ان تؤسس نفسها شرعية، فتؤسس هذه الشرعية من جانبين، بناء على العنف وقدرتها على العنف ضد المواطن، وقدرتها على توظيف الدين لتبرير هذا العنف ضد المواطن. ومن هنا احنا نقدر المؤسسات الدينية بشكل عام جزء من هذا الخلل الهيكلي. لديكم في مصر كنموذج انه الدولة او النظام في الظاهر سياسيا هو ضد الجماعات المتشددة، ولكنه في المقابل نجده مع المبدعين يتواطأ مع المؤسسات الدينية او المتشددة. من اجل المنع مثلا. لانه هنا النظام هنا بيعمل داخل في عملية، والسعودية نموذج أكبر. نعم. داخل في عملية سباق مع التشدد ومع كذا، أي يعني حول المرجعية الدينية، يعني منع كتاب، منع أغنية، الخوف من تمثال إلى آخره. أنا أفهم إن الجامعات المشددة تعمل هذا الصخب حوالين هذه المسائل، لكن إن مجلس الشعب المصري قعد مشغول فترة طويلة جدا جدا جدا. خلي بالك احنا بنتكلم على مصر التي تعاني من مشكلات سياسية واقتصادية ونبالغ قاتلة، يعني الناس بتموت عشان انبوبة البوتاجاز مثلا يعني. لكن مجلس الشعب قاعد بعد الوزير الثقافة قال عبارة ونبالغ، قاعد مشغول جدا جدا بهذه العبارة ونبالغ، وتبارى الأعضاء مجلس الشعب، تبارى ممثلي الحكومة وممثلي الحزب الحاكم في إظهار يعني غيرتهم على الحجاب. كانت مرتبطة بالحجاب، كانت مثلا مرتبطة بالحجاب. يمكن أنت قلت لازم الرجال يتحجبوا تما يفتنوا النساء. لا يعني طبعا أنا قلت كده لأنه ما الذي يقدم كتبرير لتغطية المرأة سواء بالحجاب أو بالنقاب؟ حماية الرجل من الفتنة. ده التبرير الموجود في كل شيء. لما الشيخ محمد عبده في بداية القرن العشرين قال ما هو في رجالة يعني شكلهم فاتن جميل طبعا، يعني حضرتك ذكرت يعني حضرتك ذكرت في كتابك دوار الخوف. يعني بالنسبة ليك دكتور ده تبرير غير مبرر. بنمر بك الفكرة أخرى، في الماضي كان المنع يصير من قبل أجهزة الدولة، اليوم صار المنع يصير من قبل أفراد. المصيبة أنه بناء على قانون الحسم الافراد هذا يكون عندهم الحق انهم يمنعوا اي كتاب، وهذا اللي صار معك مع حضرتك. هذا ما ياثرش على الحراك والنتاج الثقافي والفكري؟ بيقتله، مش بيأثر عليه. يعني الـ 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 الافراد هنا يعني حصل ايه؟ اللي حصل انه الفكر الديني المتطرف
والممالك في نزاع الدولة معه على المرجعية والممالك، أعطت هذا الفكر الديني القوة إلى أنه ينزل إلى المستوى العام اللي احنا بنسميه الجراس روت. كويس. فعندك مشكلة تدين دلوقتي، تدين بهذا المعنى المتخلف، مس المجتمع من بنيوت التحتية، وده هيحتاج إلى الله أعلم عشان يعاد حرف الأرض مرة أخرى. ليه؟ بسبب الدولة وجهازها الإعلامي بتتنافس مع الفكر الديني، لأن بترفضه سياسيا لكن لابد أن تتنافس معه إيديولوجيا. بتتنافس معه في أيهما يمثل الدين أكثر. ده اللي خلى مثلا إيه عمال مطبعة مثلا وده بقى يغيروا في الكتاب، يعني طبع روايات إحسان عبد القدوس الكاتب الكبير، العمال ما عجبتهمش عبارات رغم غيرين. حضرتك كمان في قصة التحريم والتكفير عملت محاضرة مهمة بمسرح دوار الشمس عنا الفن وخطاب التحريم، ورجعت بالجامعة الأمريكية في القاهرة واستشهدت بالسيد قطب إنه هو أكثر تساهل من الإسلاميين اليوم، وخاصة بكتابه التصوير الفني في القرآن. لأنه لما نحلل القرآن تحليل يعني بلاغي وتحليل لغوي ومن منظور نظرية الإعجاز اللي لها تاريخ، هو كتاب أدبي بامتياز. لما نشوف كيف يرتل القرآن وقوانين الترتيل هي قوانين موسيقية، وإن إحنا ما نزال نستمتع بالقرآن حين يقرأ قارئ بصوت جميل اللي هو الميلودي بيضاف للقراءة. إذا كان الكتاب المقدس للمسلمين بيقدم في بنيته اللغوية وبيقدم في طريقة قراءته المترجم، بيقدم يعني فن قولي، فن صوتي، فن أدائي، فن سيد قطب استخدم مصطلحات في الفن والدراما وكذا 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 لا يجرؤ حتى كاتب يعني غير إسلامي يستخدمها الآن عن القرآن. لأن سيد قطب أساسا ناقد، ناقد أدبي، وهو الذي اكتشف نجيب محفوظ أدبي طبعا ما يحصل له الذي حدث له في بعد عودته من أمريكا. الاحتفال بالقرآن كنص أدبي جزء كمان من التراث الإسلامي، عندنا كتب وعندنا مؤلفات عن نظرية الإعجاز كلها بتدخل بالإعجاز من تاريخ من المدخل اللغوي ومن المدخل الشعري، حتى وصل الأمر بناقد مشهور جدا جدا صاحب أهم كتاب في إعجاز القرآن إنه يقول لا تستطيع أن تقدر القرآن إلا أن تفهم الشعر، يعتبر أن اللي بيحرموا الشعر يقول كده إن من يحرم الشعر إنما يغلق أمامنا وجه فهم إعجاز القرآن. نحن نخشى أن هذه المحاكمات والأمور التي تمر على المفكر من أمثالك قد تثنيهم، هل ساهمت أو سولت لك أن لا أنا تتراجع أو تغير؟ يعني أحيانا ببقى متشائم، مهلي وإن كان التشاؤم في دائما بقول إن أنا ما يعني ما اقدرش ابقى متشائم، يعني المتشائم نوع من الرفاهيه ما اقدرش عليها. ليه المتشائم؟ معناه ان انا بطل شغل يعني. يعني بعد حكايه الكويت وانا بالك مجموعه من الشباب كونوا حاجه على الفيسبوك اسمها ناصر ابو زيد فان كلاب، حمله ابو ناصر فان كلاب فعلا فان كلاب معجبين بناصر بعد الحاله زيد المعجبين بعد الحاله. الاداء الغريب لان انا اتلقى رسائل من بعض اللي انضموا الى الفان كلاب على الفيسبوك، حضرتك بتشتغل ايه؟ دكتور ناصر ابو زيد، حلو نختم اللقاء بضحكه من عندك انت، نشكرك على حضورك معنا، فعلا فرحانين بوجودك هنا. اتلحوا دكتور مشاهدينا طريقكم الاتصال والتواصل معنا وتصبحون بلا رقابه.